قبل كم يوم نزل موضوع عن تويتر يقول انه مدير الشركه شاف انه اكو اخبار سلبيه عن جو بايدن عن يعني حملته لجو بايدن تنتشر هوايه بتويتر وللسيطرة على الموضوع المدير هذا راح على صندوق زجاجي كبير بمكتب مالته بالمكتب مالته مكتوب عليه اكسر في حالة تزايد الدعاية السلبية عن الديمقراطيين رأسا كسر الصندوق وطلع منه يعني خلينا نقول مطرقه كبيره ضخمه ونزل جوا وكسر ايش قد ما يقدر من الكمبيوترات مال شركه تويتر حتى طلب من الموظفين يساعدوه بس الموظفين ما قدروا يشيلون المطرقه هاي بس يعني قدروا يكسرون هوايه من الكمبيوترات ويوقفون تويتر كل هذا على مود يوقفون الدعايه السلبيه عن الديمقراطيين واذا تتذكرون اتصور الخميس تويتر وقف كم ساعه نعم هاي المقالة نزلت على بابلون بي النحلة البابلية وهو موقع أخباري وترامب رأسا سواله ريتويت إعادة تغريدة بس المشكلة هنا أنه هذا الموقع هو الساتاير والساتاير هو كوميديا سياسية هذول مو جمهوريين أو ديمقراطيين هذا موقع للضحك يكتبون به مقالات خيالية كوميدية ما حد كسر كمبيوترات تويتر على مود على مود الديمقراطيين بامريكا وترامب لو هو غبي لانه نشر هذا الموضوع او دا يستغبى قاعدته اللي هم بيهم اكيد هو يا اغبياء هاي الاشياء تشوف انه ترامب افلس خوفا من النتائج ده يشوف الاستطلاعات والحاله المزريه اللي حملتها الانتخابيه مو بس ترى الرئاسه لا الجمهوريين بمجلس الشيوخ ايضا دعانون كلش هواي وخايفين من وراء ترامب ويحاولون يعني يبتعدون عنه حتى لا لهم يعني سمعه سيئه ترامب سهل جدا ويوقع بال يعني الكمائن البسيطه بسهوله مثل ما سووا بهذا الموقع وراح غرد عنهم ومثلا مؤتمر ما قبل كم يومين قبل يومين ثلاثه من جتي واحدة قالت عنه ابتسامتك كلش حلوة. Good evening, Mr. President. Thank you. very much. I have to say, you have a great smile. Thank you. Okay. Thank As, you. So, he does. You're so handsome when you smile. Okay. نفس هاي اللي قالت له هذا الشيء آه راحت للإعلام وقالت أنا جمهورية بس ما راح أصوت لترامب. قالت ابتسامته حلوة. أنا يعني أتمنى لو يبتسم أكثر بس يحكي أقل. قالت أيضاً إنه ترامب كل ما يحكي يعني يدوس بال تعرفون شنو بس ترامب يعني صدق كلامها وهذا يعني هذا اللي هو يحبه لانه الشغله الاسهل لما تتعامل ويا دونالد ترامب هو شلون توصل له شلون تخليه يحبك ويطمئن لك كل سهله بس امدح به هو راح يخجل ويفرح كلش ووجهه يصير احمر و ايش تريد يسوي؟ ليش العاد السعوديين يحبوه مثلا؟ لانه يعرفون شنو دوا ترامب سهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من يلتقي بترامب يمكن يقول له يعني مستر ترامب شنو هالوسامة انت يوميا تصغر عشر سنين شنو هالاناقة شنو هالرباط الحلو هالقاطر الحلو قل له مثلا شنو هالذكاء الحكمة هاي شنو مستر ترامب وترامب رأسا يفتح اربع وياله اذا انت عراقي تعرف شنو يعني يفتح اربع وياله واذا مو عراقي معناها شلون اشرح لك اياها يعني تركع معناتها ترضخ معناتها تسلم اللي عندك واللي ما عندك وراها ولي العهد يقول لترامب تعال تعال اقعد يعني يمي اقعد بصفي اريد هذا 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 وترامب اكيد يقول له مو تتدلل بعدها ولي العهد يقول له يلا هسه روح طبعا هذا الساتاير. والله يعني ما ادري يمكن مو كل الساتاير، انا شخصيا اتصور هواي من هاي الشغلات حقيقيه بشكل او باخر. لان ما حد راح يقنعني بانه ولي العهد السعودي مو اذكى من ترامب عشرات المرات. ما حد راح يقنعني انه من يقعد ويا اصدقائه ما راح يعني ينصبون يضحكون على 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 ترامب وعلى غبائه فكر بها يعني ترامب عنده اربع سنين او ثمان سنين بالحكم يعني وراها يصير مواطن عادي بس العائله المالكه السعوديه باقيه. يعني طبعا يستفادون شقد ما يقدرون منه بهاي الفتره، بعدين من يروح يستفادون من اللي بعده. يعني هذا مو حنكه سياسيه كلش عظيمه هاي هذا منطق بسيط لا تقولون انت تحيز للسعوديه او ضد السعوديه انا عندي انتقادات للعائله المالكه السعوديه بس يعني ما بيها انتقادات ذكائهم او استراتيجيتهم السياسيه الدوليه بالنهايه اشوف انه يعني الشعب السعودي راضي عليهم فاني منو على مود انتقدهم بس بالنسبة لأمريكا أكو رؤساء أمريكيين أقوياء صعب تحصل من عندهم مكاسب وأكو دونالد ترامب أنا لما كنت بواشنطن كنت أعرف واحد مستشار مقرب من ترامب هو يعني يعرفني ما أتحمل ترامب بس كل ما أشوفه أقول له بشرفك رتب لي عشر دقائق وياه لقاء 10 دقائق وياه وهو ما يقبل يضحك لانه انا اعرف ومقتنع انه عشر دقائق اقدر اسوي ويا شغل مئات السنين ما حقدر يسويه. واللي يعرفني يمكن عنده فكره ايش